احنا هنا رانا ب ضاية ام الخشب بقرية الشهيد شهيد الواجب طاهر تواتي رحمه الله. هذا الجب الذي بنته بني في العهد الاستعماري لحد الان واقفا كما تشاهدون، وبعد نزول الامطار الاخيرة ها هو الجب يمتلئ بالماء ليصبح في خدمة الموالين بالمنطقة. هذا المنظر الجميل وهذه الضاية الكبيرة التي ذات يوم زارها إحدى الولات وهو السيد عبد القادر جلاوي، وأمر أن تصبح هذه الضاية تصبح محمية تحمية. تصوروا هنا هذا المكان الجميل، هذا المكان الرائع، إنه ضاية أم الخشب. الطبيعة، الهواء النقي والطبيعة الجميلة والمناظر وحتى الطيور. ها هي الطيور تأتي لتشرب الماء. منظر جميل. هذا الجبل